تم نبش جزء من التاريخ تحت واحد من أقدم فنادق هانوي. هذا المخبأ لجأت إليه جين فوندا في الحرب، والمغنية الشعبية جون بيز اختبأت هنا أيضاً خلال عمليات القصف في عيد الميلاد من العام 1972، عندما ألقت الولايات المتحدة حوالي 20,000 طن من الذخائر في 11 يوماً. شعرت وكأنني إنديانا جونز وهو يكتشف معبد الموت. المخبأ اليوم يعيد فتح أبوابه أمام الزوار. بوب ديفيرو كان يستخدم هذا المكان للتخزين بعد الحرب. التواجد في مكان كهذا يذكرنا بواقع القنابل المنهالة، وتدرك التضحيات التي قام بها الناس. الجزء الأكبر من آثار الحرب متواجد في جنوب فيتنام. هنا تستوعب الحياة الحديثة التي تعيشها المدينة إرث الحرب، مثل مخزن الأسلحة هذا الذي تحول إلى مقهى. لهذا المقهى أسلوب خاص بسبب قيم تاريخية. يأتي الناس إلى هنا يدفعهم فضولهم لمعرفة التاريخ. فهذا هو الموقع الذي فتح فيه الجنود الفرنسيون النار في الشارع، مما أسفر عن مقتل العشرات. ولكن اليوم هذا الموقع يشتهر لسبب آخر، فمن خلال إضافة نكهة جديدة على مخلفات الحرب فيها، تنجح هانوي على إبقاء تاريخها حياً.